السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه الشاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. سؤال هيجي في ذهنك كتير او جه في ذهنك كتير، ليه الناس على طول بتيجي تفتخر بالعربيات القديمه؟ يقول لك انا معايا مثلا عربيه شيفورلي قديمه او عربيه دوج قديمه مثلا من موديلات الستينات ولا الخمسينات، وحديده وان هي ثابته في الارض وكل حاجه. بص، هو فعلا العربيات دي كانت قويه جدا، العربيات دي عايشه لحد وقتنا هذا وممكن تعيش كمان 50 و100 سنه كمان قدام طول ما انت بتحافظ عليها وبتعملها باحترام بمعنى اصح. بس نيجي دلوقتي نبص على العربيات الحديثه والعربيات القديمه. هسالك سؤال كده بسيط جدا، ليه العربيات القديمه دي لو كانت لسه بتجيب الرواج او بتجيب المبيعات اللي هي بتبيعها، لان الشركات الطبيعي ان هي بتحاول ان هي تستغل اي حاجه ان هي تبيع اكتر، ما عملتش زيها؟ مع ان في عربيات بتتعمل هاند ميد، يعني بتتعمل لاشخاص معينه، ليه ما بتعملش بنفس الصاج اللي هو بالصاج اللي هو موجود في العربيات القديمه؟ انا دلوقتي جاي احكي لك على العربيات القديمه والعربيات الحديثه، ايه الفرق ما بينهم وايه اوجه الاختلاف. العربيات القديمه معموله طبعا من صاج قوي جدا، صاج يعني سميك جدا لدرجه ان انت لو دخلت في الحيطه حرفيا، لو كنت شفت افلام قديمه زمان بتخش في الحيطه فعلا بتكسر الحيطه والعربيه ما بيحصلهاش حاجه. بس المشكله بقى في العربيه دي في ايه؟ ان اولا ما فيهاش نظام امان، ما فيهاش تكنولوجيا كتيره. نيجي مثلا نظام الامان، العربيه دي لو دخلت في الحيطه، اركز كده في اللي انا هقوله، العربيه ماشيه اهي وماشيه كده وقابلت حاجز اهو قدامها وخبطت كده، طبعا عشان الصاج قوي، فالصدمه هتقعد تمتد، تقعد تمتد لحد ما بتيجي تخبط في اضعف حاجه في العربيه اللي هي ايه؟ اللي هي كابينه الراكب او كابينه السواق. فلو العربيه عملت صدمه قويه شويه في قدام حاجز ولا حاجه، الصدمه دي هتنتقل لحد ما تسمع في كابينه الراكب. وطبعا زمان ولا كان في حزام امان، او كان قليل قوي اللي كان في حزام امان، احنا بنتكلم في الستينات والخمسينات، ولا كان في حزام امان، وكمان ما كانش في الايرباج. الايرباج ده اختراع لوحده، الايرباج اللي هي الكيس اللي بيضرب في وشك ده كده لو حصل اي حادثه، لدرجه ان هم بقى عاملينه في وشه والجنب وعاملينه كمان للي كان قاعد جنب السواق علشان ما يحصلش حاجه. زائد كمان الصدمه بتاعت العربيات القديمه لما بتيجي تتخبط مش بتضرب مثلا، او السواق مثلا بيخبط مثلا في الدريكسيون ولا حاجه، لا ده الازاز بيتكسر والعربيه بتطبق حرفيا. اللي بيحصل دلوقتي قصدي ان هم عدلوا الحته دي، ان هم حطوا مكان الدريكسيون وكذا حاجه كده في العربيه ومن الجنب ومن فوق ومن كذا حاجه، ان لو حصل اي صدمه العربيه على طول تفتح الايرباج. الايرباج بيفتح في 41 ملي سكند، يعني 41 جزء من الثانيه، يعني في لحظه، اللي هو اول ما العربيه يحصل لها اي صدمه يروح الايرباج فتح علشان يصطدم السواق والركاب اللي معاه في الايرباج ده، يعني كنوع من تخفيف الصدمه عليهم. زائد كمان العربيات الجديده عشان معموله من حاجات اسمها فيبر وكرتون، من الاخر اللي هي الحاجات اللي بيقول لك بلاستيك وحاجات بسيطه زي كده، هي فعلا بسيطه جدا. لان كمان لو انت خدت بالك، لو العربيه زي ما انا قلت لك، العربيه القديمه لما بتخبط الصدمه بتنتقل عبر كابينه يعني بتركز تركيزها الكامل في كابينه السواق، لكن لما تكون العربيه معموله من البلاستيك وكده فالصدمه بتمتص في هيكل العربيه كله، وكابينه السواق كمان فيها الايرباج والكلام ده، فبتقلل الضغط خالص، يعني بيحس ان هو يجيله اقل اضرار حتى لو عمل العربيه على مستوى عالي شويه. كمان في العربيات القديمه الصاج التقيل ده بيستهلك وقود اكتر، كل ما العربيه تتقل على الارض كل ما يبقى فيها بتستهلك بنزين اكتر، وكمان بتستهلك موتور اقوى، بتحتاج موتور اقوى وموتور عنده عزم اقوى، لان انت بتشيل عربيه تقيله. عكس بقى العربيات الحديثه بقى فيها دلوقتي حاجات خفيفه فبتستهلك بنزين اقل وكمان بتستهلك موتور اقل. زائد كمان في العربيات القديمه كل ما العربيه تتقل كل ما تبقى تدويرها وحركتها اتقل، يعني بتيجي تاخد ملف الموضوع بيبقى صعب جدا انك تعرف تاخد ملف عشان العربيه تقيله، لكن لما تكون العربيه خفيفه بيبقى اسهل بكتير قوي انت تعرف تاخد ملف وتعرف تتحرك بسرعه. في الفيديو اللي جاي ده هشرح لك او هوريك فيديو عن اختبار تصادم ما بين عربيه شيفورلي، هي العربيتين شيفورلي بس عربيه منهم ماليبو 2009 وعربيه تانية شيفورلي 1959 اللي هي اسمها بيل اير. هتشوف اختبار تصادم وهتشوف بيحصل ايه ضرر للسواق وايه الضرر اللي بيحصل في السواق او الكابينه السائق والناس كمان اللي معاه في العربيه الشيفورلي الماليبو اللي هي الحديثه، وكمان ايه اللي هيحصل للسواق واللي معاه في العربيه الشيفورلي القديمه اللي هي البيل اير. Slow motion, you can see the differences in how the new and classic cars perform in this version of the traditional frontal offset test.
The Institute conducted this test to commemorate its 50th anniversary. And it dramatically shows how much improvement has been made in passenger protection the passenger compartment. The impact is made worse for the Bel Air driver by the lack of airbags, head restraint, and even on the other hand, the modern Malibu provides good protection, with the dummy movement being well controlled. Measures indicate a low risk to most body regions, though a foot injury would be possible. واخيرا كل اللي اقدر اقوله لك ان العربيات القديمه فعلا عربيات عتيقه وبتجيب ذكريات كويسه وكانت فيها في افلام كويسه وكانت بتطلع يعني بتحيي ذكريات كويسه، بس الافضل دلوقتي العربيات الحديثه ان هي بتبقى فيها معدات احسن، تكنولوجيا افضل، وكمان امان اكتر، لان الامان ده اهم حاجه دلوقتي بالنسبه للعربيات والطرق السريعه. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك، ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وتشترك معايا في القناه لان فعلا محتاج دعمكم. وانا اسمي محمد تحسين وبقناه سيرشيك. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.